اتحاد الجزائر ضرب بقوة وحسم الأمور خلال الشوط الأول أمام جمعية تشلف دون مدرب لحد الآن، في مباراة بدايتها كانت بدقيقة صمت ترحما على ضحايا فيضانات باب الواد. ومباشرة إذن بعد ضربة البداية كودري من وسط الميدان في العمق لفهم بوعزة، وسط دفاع جمعية تشلف سدد بقوة الكرة في شباك الحارس الشلفاوي غالم. إنه الهدف الأول لاتحاد الجزائر بعد أقل من 15 ثانية من بداية اللقاء. 3 دقائق بعد ذلك ركنية من بن موسى مرتدة من الدفاع الشلفاوي، وبهذه الكيفية سيجار وجد طريقه للشباك مضيفا الهدف الثاني لاتحاد الجزائر. رد فعل جمعية تشلف كان محتشما بواسطة مسعود في هذه الكرة الثابتة، زيماموش بصعوبة يخرج الكرة للركنية، وكاد سيجار أن يضيف هدفا ثالثا بعد هذه التمريرة من قسمي وتدخل موفق للحارس غانم. نلعب دقيقة 29 بن موسى في العمق، سيجر بهذه الكيفية كرته تصطدم بالعارضة، وفي الدقيقة 43 بن موسى سدد بقوة ومن على فوق الخط المدافع وامري ينقذ الموقف إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. توغل فرحات العرقلة من مدافع وامري الحكم سعيدي دون تردد يعلن عن ضربة جزاء لفائدة اتحاد الجزائر، نفذها وسجلها قسمي مضيفا الهدف الثالث لاتحاد الجزائر والسادس له منذ بداية البطولة، منحا التفوق لاتحاد الجزائر ب3 أهداف مقابل 0 خلال الشوط الأول. الشوط الثاني لم يأتي بجديد رغم هذه المحاولة من عوامري، ونهاية اللقاء بتفوق اتحاد الجزائر ب3 أهداف مقابل 0 أمام جمعية تشلف وعلى النقطة السوداء وهاجس الصحفيين من الأبواب المغلوقة التي تبقى. قلت النقطة السوداء في ملعب حمادي تصرف يعيق كثيرا خاصة فرق التلفزيون التي تكلف بتغطية مباريات اتحاد الجزائر بملعب حمادي، ونداؤنا للمسؤولين لإيجاد حل لهذا. رائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى وفاق سطيف حقق الأهم في هذه الجولة أمام شباب الوزداد الباحث عن وضع حد لسلسلة النتائج السلبية بقيادة المدرب نور الدين نجازي، ومن سوء حظه أن النصر الأسود رفض الاستفاقة على حسابه رغم البداية الأولى من حميدي، غير أن الوفاق سرعان ما استعاد التوازن بفرصتين متتاليتين عن طريق زيتي لكن من دون فعالية من الجانبين، فانتهى نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي. حاولوا من بعيد، في النصف الثاني من المباراة تمكن جحنيط من تحرير الجميع بهدف في الدقيقة 52، الحلول الجماعية فالحلول الفردية هي اللي تكون هدف أسعد كثيرا أبناء عين الفوارة وحرك أبناء العقيبة، فكذا أقصاص التعديل بتسديدة مرت جانبية رد عليها قروي براسية تابعها أسرير الذي تابع أيضا زميله أنغان وهو يخرج بالبطاقة الحمراء، حينها كاد عودية اقتناص هدف ثان عندما تلاعب بأقصاص وسدد كرة ردها أسرير، فكان يستحق التعادل على الأقل لولا أن جمال حمودي أنهى حوار الفريقين ب3 نقاط ثمينة للصيفية وتعثر جديد لأبناء العقيدة. المباراة بفوز فريق وفاق سطيف، كنا أسرع من المنافس
كانت عندنا بعض المحاولات قدرنا نلقاو يعني بعض الفترات عمق الدفاع ونقدرنا نخلقوا بعض الفرص وكنا قادرين نسجلوا اكثر من هدفين وثلاثة. نتيجة مرضية ونظن الاداء اليوم في الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاول، ونظن نتمنى شباب الوزداد انه يخرج من هذه الوضعية لانه عنده فريق لباس به وبلاصتو نظن ماهيش في هذا المكان. كبيبة الثورة ورغم تعرضها لعقوبة الرابطة الوطنية المحترفة عقب احداث مباراتها امام اتحاد الحراش، الا انها تنقلت لتلمسان بمعنويات مرتفعة لمواجهة الوداد المحلي الذي يعاني منذ بداية الموسم. الشبيبة ضغطت منذ الدقائق الأولى وتحصلت على ضربة جزاء في الدقيقة السابعة، حولها بن جلالي لهدف التقدم. ضربة الجزاء وهدف، والهدف الأول لصالح فريق شبيبة الثورة مع الجمهور الغفير اللي تنقل مع الشبيبة بعد هذا الهدف. العكس يعني الوداد حاول الرد للعودة في النتيجة من خلال تغييرات خير الدين خريس بإقحام بناي وطويل، إلى أن التسرع في لقطة بالغري رابيع والحظ في لقطة أنور بوجقجي لم يحالف الفريق. محاولة وتضييع، تضييع فرصة لا تعوض لبالغري رابيع وبناي، مليحة من بناي بوجقجي والعارضة تخوه. الوداد وصل الضغط دائما عن طريق اللاعب بوجقجي، لكن الحارس سفيون قدم ما عليه في هذه المباراة. الشبيبة حاولت الصمود ولعبت على الهجمات المعاكسة، لم يفلح فيها بالجلال في مضاعفة النتيجة ولا بريكسي في هذه المخالفة الخطيرة، لينتهي اللقاء في الأخير بفوز ثمين من خارج الديار لشبيبة الثورة. هدف وحيد وينتصر فريق شبيبة الثورة بتلبس. على بالي المقابله تكون صعبه، لكن ان شاء الله تسود فيها روح رياضيه اول كل شيء بين الجمهور القبائل والجمهور المولوديه، وعلى خاصه المقابله ان شاء الله احنا من جهتنا هو اللي الفريق اللي يتحكم في اعصابه هو اللي يتحصل على النتيجه الايجابيه، ان شاء الله نكونوا في المستوى باش نمدوا ثلاث نقاط للفريق تاعنا. المشكله راه في علاش بعد الفوز علاش رانا نتلقاو في الاهداف، هذا هو المشكل اللي فيه. كانت فيه غلطات، كانت فيه غلطات في التركيز وفي التحكم في المركاج كما يقول لك، لكن الاهداف كاينه واللقطات يعني تتاح لنا، والمشكل انه حقيقه يعني ما رناش نستغلوا هذه الفرص هذه. مولودية الجزائر حفظت جيدا درس الجولة الماضية لدى نزولها ضيفا على الشبيبة القبائلية في كلاسيكو، عرف حضور غفير للجماهير القبائلية وحتى أنصار المولودية الذين تنقلوا إلى تيزي وزو لمؤازرة أشبال جمال مناد. بداية اللقاء كانت لصالح الشبيبة بهذه التسديدة من بن شريفة التي وجدت شوشي، فيما كانت الفعالية عاصمية بفضل يعلوي نبيل الذي باغت الحارس ملك عسلة موقعا أول الأهداف في أول محاولة المولودية في هذه المباراة. هدف أتى مبكرا في الدقيقة السادسة أسعد كثيرا أنصار العميد وأخلط أوراق فابرو، فلم يكن الرد قويا وكان دائما من بن شريفة الذي حاول عن طريق تسديد وهو حال محاولة صدقاوي التي وجدت شوشي في التصدي. آخر محاولات هذا الشوط كانت من جاليت الذي حاول من بعيد وعسلة يبعدها إلى الركنية لينتهي المرحلة الأولى لصالح المولودية بهدف لصفر. في المرحلة الثانية حاولت الشبيبة تعديل النتيجة عن طريق مساعدية الذي غاب حسه التهديفي هذه المرة ويضيع الكثير من الكرات، فيما اعتمدت المولودية على الهجمات المعاكسة عن طريق جاليت ويعلوي.
فلا تسديدة ريال ولا حتى البديل حديوش أتى بالجديد على مستوى النتيجة. محاولة إقحام عبد الملك مقداد في أول مباراة له هذا الموسم أتى بالثمار، فكل هجمات الشبيبة طغى عليها عنصر التسرع ونقص الفعالية، وآخرها محاولات علي ريال الذي بحث عن ما فعله في الجولة الماضية، إلا أن الكفة مالت للمولودية التي أحسنت التفاوض وخرجت بالزاد كاملا من ملعب أول نوفمبر. الحمد لله ربي وفقنا مع لمسيو درنا ان بوا كنا قادرين نربحو. اليوم ربي وفقنا، الاراده كانت كاينه، ربي وفقني ماركيت ان بوت نهديه الانصار والوالدين ان شاء الله. بارك بون في ديبي ديجا تاع الماتش وين انا ممكن تكونسونطراسيون سجلوا لنا البيت الاول. سي فري انا ايسي باش نرياجي في مور البيت ça n'a pas fonctionné. مولوديا سيرو كيف عارفوا كيف يغلقوا لنا لي فيسباس. باش بغيت نقول لكم اون دوزيام ايطو ثاني دخلنا فيك اون اوتر موتيفاسيون باش نماركيو. سي فري جاونا بوتات دي زوكازيون مي اون مونكي دي ديفيكاسيتي. الصور ومولودية العلمة في هذا اللقاء هشام فازت بهدفين دون رد أمام اتحاد بلعباس. الهدف الأول سجله درارجة في الدقيقة 59 وكل شيء حدث في الشوط الثاني يوسف. بالفعل لأن مولودية العلمة في هذا الموسم والموسم الماضي أيضا في كل مرة أصبحت تلعب كرة جميلة جدا، والكثير من الفرق المتنقلة أصبحت تهابها كريم، خاصة أنه رحيل لاعب مدينة بالأخضر وعيشة. نستمع الاستجوابات ثم نكمل التعليق. وقبل اليوم سي الفريق تاع بلعباس نقول بكل صراحه فريق محترم، عندنا لاعبين عندهم خبره جاوا باش يديروا نتيجه، هذا من طبعهم ومن حقهم، وعرفنا بلي نسيبوا هاد المصاوبات معهم في الشوط الاول، ولكن كان المدرب كان طلب منهم باش شويه صبر في اللعب ونلعبوا اللعب تاعنا اللي هو قصير ويمشي على الاجنحه، والحمد لله بالمردود تاع اللاعبين والنصائح تاع المدرب الفريق مشى وحسن النتيجه هذه. فيما يخص المقابله تاع اليوم حقيقة nos joueurs ont fait le maximum. Si on essaie de voir la première mi-temps, c'est créé 3-4 opportunités où on n'arrivait pas à les concrétiser. Manque de concentration et surtout de présence pour les conclure. Et d'autant plus, on n'a pas cru jusqu'au bout en première mi-temps. On se voit. Bon, on a fait un jeu beaucoup plus un peu évident par rapport à l'équipe adverse qui est restée nous attendre. En deuxième mi-temps, on a fait le nécessaire en se créant des espaces et même d'autres opportunités nous ont été offertes, mais toujours. هي الأخرى أيضا فازت بثنائية في هذا اللقاء. أهم ما ميز هذا اللقاء هو تألق اللاعب السابق لشبيبة بيجاية بالعنصر، ليس في تسجيل الأهداف ولكن في تضيع هذه الفرص الكثيرة. هذا الهدف الأول. في الجهة المقابلة بهلول في الدقيقة 27 وعن طريق كرة ثابتة سجل الهدف. الرد كان عن طريق ماني صابون الذي علت كرته القائم، ثم مرة أخرى بنعنصر يضيع ما لا يضيع في الكثير من الفرص. هذا عن الشوط الأول. في الشوط الثاني والمرحلة الثانية كانت أحسن من الأولى، عرفت عودة قوية لتشكيلة الكاب عن طريق دائما بالعنصر في الكثير من اللقطات بالعنصر وحتى هريات، لكن الفعالية غابت رغم أن روابح سعى جاهدا إلى تغيير الخطط الهجومية ومناصب اللاعبين لكن بدون جدوى. الرد كان الذي يضيع يستقبل الأهداف، وفي هذه الكرة كرة ضائعة من جانب شبيبة بيجاية، هذه أيضا دائما عن طريق بالعنصر وتجيد اللعب خارج الميدان وتسترجع الثقة أيضا، خاصة بعد النتائج السلبية. صعب أنك في كرة القدم عندما تتعثر بعد مجموعة انتصارات إلى غاية الدقيقة 83 التي أثارت الجدل. البات نيون تحدثوا عن عدم شرعية ركلة الجزاء لكن الأمور واضحة،
لأنه في عرقلة زائد مسك من القميص، بعدها دراج لمس الكرة فعلا بيده، لكن بعد عرقلة أنا أعتقد أن الحكم احتسب الخطأ قبل عودة إلى الخطأ، عودة إلى الخطأ. لذلك ضربة جزاء زائد طرد للاعب بوجليدة زرارة نفذ ركلة الجزاء، وثالث انتصار خارج الديار بالنسبة لشبيبة بجاية، ودخول دراك في كل مرة يعطي الإضافة، بالإضافة إلى تحرر اللاعب حجي الذي ضيع هذه الكرة، القائم حرمه من تسجيل الهدف الثالث لبجاية. كانت هذه مباراة شبيبة بجاية ومضيفه شباباتنا، ونستمع للاستجوابات. On peut retenir de la première mi-temps qu'il y avait une capacité de Batna à nous poser des problèmes par la vivacité de leurs quatre joueurs plus haut dans le jeu. Ils étaient capables de nous gêner. Bon, par contre, on avait senti que si on jouait bien nos situations offensives, si on jouait bien nos coups d'attaque, on pouvait leur poser des problèmes. Bon, maintenant, ça s'est fait sur deux balles arrêtées, un coup franc, un penalty. On n'a pas pour autant inventé le football dans des conditions matérielles et de sol quand même relativement difficiles. Et on a réussi à contrôler ce qu'il fallait quand il fallait, quand on a eu les arguments pour pouvoir le faire. Mais tous les week-ends sur ce genre de terrain, j'ai beaucoup de sympathie pour mes collègues en face parce que c'est pas évident. Le jamais الاوراق الهجوميه اللي لعبناها ما كانش في المستوى. تلعب لما تكون عناصر اللي سواء ناقصه خبره سواء محدوده من الجانب الفني ولا التكتيكي، نظن تلعب بمهاجم ولا بثلاثه، نظن استعملنا جميع الاوراق الهجوميه. جمهور غفير بالاصفر والاسود وبالاخضر والاسود ايضا، الهزيمتين السلبيتين الاخيرتين امام كل من مولوديه الجزائر وشبيبه القبائل. اما الاهلي فيريد وضع القاطره على السكه والتقدم اخذا بطريق المنعرج الايجابي. شوط أول لم نرى فيه الشيء الكثير، والخطة القسنطينية أجهضت المحاولات البرايجية وصفر لمثله نتيجة الشوط الأول. الشوط الثاني كانت بدايته بأمطار الخير والبركة، والمجريات تغيرت ومستوى اللعب تحسن عما كان عليه، فكانت السيطرة البرايجية في كثير من الأحيان. شباب قسنطينة كان سباقا لافتتاح مجال التهديف بعد العمل الرائع لأحسن لاعب في المباراة ياسين بزاز، الذي كان آلة متحركة وصنع الفارق عندما نفذ الكرة الثابتة اتبعها بمرتدة وآخيرا بالأخضر يسكن الكرة الشباك. كان ذلك في الدقيقة 62 من عمر المرحلة الثانية، وفرحة كبرى عند جمهور الأخضر والأسود. أهل البرج يرد بسرعة في الدقيقة 67 بواسطة بالخير معدلا الكفة ومباغتا الجميع حتى عدسة زميلنا، وفرحة نمور البيبان بالصورة التي تشاهدون. فيما بعد تواصل اللعب والحملات البرايجية كانت خطيرة، خاصة عن طريق كل من بالخير حمداد وبختاوي، وكادت نمور البيبان أن تعمق الفارق، لكن استماتت الدفاع القسنطيني حالت دون ذلك ليقتسم الفريقان نقاط المباراة بهدف لمثله. لقطة المباراة والعلامة الكاملة تمنح لجمهور الجراد الأصفر الذي صفق بحرارة على صانع الفارق في المباراة ياسين بزاز، وبطريقة رياضية أكثر من رائعة حي عناصر شباب قسنطينة في نهاية المباراة والذين اقتسموا معه. أول نوفمبر بالحراش لم يعد سهل المنال، ويقتضي الانتظار في طوابير طويلة من أجل مشاهدة أبناء الصفراء وهم يواصلون الزحف نحو اللقب الثاني في مشوار الفريق. أنصار الصفراء أرادوها بداية جديدة مع أنصار شبيبة الثورة، فأهداهم الهداف بنجاح أول أهداف المباراة في الدقيقة 7. هدف حاول صنداغو من جانب الحمراء والرد عليه بهذه التسديدة القوية التي لم تمر بعيدة عن إطار مرمى الحارس دوخة، لتنتهي المرحلة الأولى بفوز الحراش بهدف مقابل صفر.
في المرحلة الثانية حاول طتام إحراج ومان، لكن الأخير أخرج الكرة إلى التماس قبل أن يعود أماضة بيده التسديدة القوية ويخادع حارس مولودية وهران ومان في الدقيقة 77، مضيفا الهدف الثاني لفريقه. المهاجم الملغاشي بتسديدة أرضية خادعت الحارس ومان. المدلل الجديد لاتحاد الحراش لمالي ضيع بطريقة غريبة أمام شباك كادت تكون شاغر قبل أن يستدرك ذلك بتوقيع الهدف الثاني من ضربة جزاء منحها الحكم عوين لبونجاح، فأضاف لمالي الهدف الثالث لفريقه هو السادس له هذا الموسم. ثلاثية من الأهداف ومثلها من النقاط عززت مكانة اتحاد الحراش في الصدارة بانتصار سابع، في حين أغرقت الحمراوة في دوامة النتائج السلبية ولم يجدوا طريقهم إلى الفوز في عاشر محطات الدور المحترف. الحمد لله على هذه الفيكتوار اللي كما يقول لك رانا اونطامو في دي بون ريزلتا، ما يخفالكش بلي رحنا للثورة وين جبنا 3 بوان. كما يقول لك حنا رانا اونشينو في لي بون ريزلتا، رانا كما نقول لك نديروا لي كونسين تاع لونترينير، وهذه 3 بوان كما يقول لك ننهدوها لي سيبورتير تاعنا الله يعطيهم الصحه. كنا ننتظروا على الاقل نعودوا بنقطه، يعني بنقطه التعادل، وكان ممكن جدا. لسوء الحظ يعني رجعنا خايبين، ولكن شفنا اللاعبين يعني اللي طاد سبي تاع اللاعبين العقليه كانت مليحه، قدموا مقابله رائعه، خلقوا فرص تهديف، كان بزاف نقاط ايجابيه، ولكن للاسف النتيجه ما تبعتش.